كل شخص في عنده نقطة ضعف في حياته، إذا عرفتيها رح تقدري تحلي المشكلة يا بنتي. طيب رح أقلك شي، روحي وأحكي معه وقولي لي شو بتقلك روشني وأنا بحلها. ماشي ماما. لا تخافي رح تنحل بنتي. يلا تعي، خلص وقت الزيارة. ايه تعي خلينا نروح. يلا. شو اتركيها بعدي شو عم تعملي؟ شو عم تعمل هي بعدي عن بنتي؟ في مسمار هون بالأرض وكانت انجرحت. أنا آسفة بصراحة، فهمتك غلط، أنا عن جد آسفة. شكراً لك.